كيف نكون قدوة مع عادل بارباع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا في برنامجنا كيف نكون قدوة لإبراز كثير من الأخلاقيات وجميل كثير من الأعمال التي يعني كان فيها قدوات في مجال الأفراد والمنشآت والقطاعات بشكل عام. حديثنا اليوم، وسبقا أعلن عنه يوم أمس وما زال الحديث طبعا وإعلانه اليوم، وهناك تفاعل من كثير من المستمعين والمستمعات حول موضوعنا عن القدوة، لكن هذه المرة عن الزوج المعدد القدوة وقدوته أيضا للمعددين. مستمعينا الكرام، طبعا بالرغم من أنه تعدد الزوجات معروف في الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية طبعا بالأخص، فإنه يبقى موضوع نقاش حاد، من يرى أن سلبياته أكثر من إيجابياته والعكس. ولكن هناك على جميع الأصعدة هناك من النماذج الجميلة الرائعة والقدوات اللي استطاعوا أن يعطونا فعلا صورة مشرقة وجميلة عن هذا الأمر. غصت السينما والمسلسلات والأعمال الفنية، وقد تكون بعض القصص المقروءة والموجودة سواء في الصحافة أو غيرها عن بعض النماذج السلبية والمشاكل اللي بتصير بين الزوجات والقضايا في هذا الأمر، للأسف ما ظهر على السطح كانت عبارة عن أشياء قد لا نقول إنها يعني كانت غير حقيقية، قد تكون حقيقية، لكن هناك في الجانب الآخر نماذج جميلة ومشرقة ورائعة، ليش ما نبرزها وليش ما نضعها في الصورة ونتكلم عنها وكيف وصلوا إليها؟ نموذج عن القدوة المعدد هو نموذج للناس المعددين. طبعا احنا ما نتكلم هنا مطالبين يعني موضوع المطالبة بالتعدد، نقول يا زوجة خليكي راضية ويا رجل يلا روح تزوج الثاني والثالثة والرابعة، لا، الهدف الأول والآخر إنه الناس اللي موجودين وإحنا شئنا ما بينا هناك معددين في مجتمعنا، نريد أن نتكلم معهم ونقول هناك مشاكل، أي نعم هناك أشياء سلبيات وقعت، أي نعم، لكن دعونا نتكلم عن نماذج جميلة ورائعة موجودة سنتحدث معها. وضيفنا في هذه الحلقة مع زوجاته الأربعة هو رجل الأعمال الأستاذ والسيد سعيد بن بخيت الزهراني. أبو سمير حياك الله، شرفتنا في هذه الحلقة وسعداء بوجودك معنا يعني في هذا البرنامج كيف نكون قدوة، حياك الله. سلمكم الله ويا مرحبا يا مساء. طيب أخوش في البداية أبغى تعريف عنك شيخ سعيد، يعني حديثك أول حاجة ليش عدت؟ هذا السؤال الأول. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هذا شرع الله سبحانه وتعالى وشرع من شرع سبحانه وتعالى، وأولا كان سبب التعدد سبحان الله العظيم، ما كنت أفكر في التعدد حقيقة، يعني ما كنت أفكر أبدا في التعدد، ولكن نعم. زوجتي الأولى أم سمير حفظها الله ورعاها، نعم. حصل عندها إشكالية في الأرحام، فهي التي طلبت مني أني أتزوج وعانتني على الزواج، وتقدمت لخطبة أحد النساء من اللواتي حولنا في أحد المناطق التي حولنا، فتقدمت هي بنفسها لخطبتها لي. ما شاء الله، بعد كم سنة يا شيخ؟ تقريبا 19 سنة تقريباً. بعد 19 سنة تقريباً. زواج من أم سمير. نعم، يعني هي من يعني خطبت لك الثانية؟ هي نعم من خطب وأعانني، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى من الصالحات وحافظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا مما جعلها تقر بهذا أن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. طيب جميل، يعني دائما المرأة لما تكون متفهمة وخاصة إذا كانت على دين أقرب ما يكون، هذا اللي نعرفه، أنه في بعض حتى لو كانوا يعني تظل مسألة الغيرة موجودة. طبعا مستمعينا احنا حنتصل على أم سمير وعلى الزوجات الباقيات إن شاء الله، وحيكون لنا حديث وسؤال معهم حول هذا الموضوع، لكن الأول حيكون الحديث مع أبو سمير. عرفنا أبو يعني أبو سمير عن حياتك بشكل عام، عملك بالضبط، وكيف بعدين بدأت ترتب أمورك في من ناحية التعدد والزوجات والمعيشة معهم؟ أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وليس بجدارة مني ولا قوة مني، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. أنا عملت بالأسباب ودعوت الله سبحانه وتعالى. نعم. فأول زوجة تقدمت لها بعد الزوجة أم سمير كان عندها خبر أنها ستبقى في نفس المبنى الذي فيه أم سمير، وهذه قاعدة أساسية، إذا أسس الرجل على شيء معين فسيعيش كما يريد كما يريد الله سبحانه وتعالى. عملك الآن أبو سمير أنت يعني؟ أنا رجل أعمال. رجل أعمال مو موظف يعني؟ عمل. لا نعم. الحمد لله. هذه نقطة يعني حتى احنا نتكلم من ناحية الاقتصادية لأنه له ارتباط بشكل كبير أنه اللي حيتزوج لابد يكون على مقدرة جدا بفضل الله. نعم. سبحانه وتعالى كل زوجاتي علموا أنهم سيسكنون في نفس المبنى قبل ما أتقدم بعد ما تقدمت الخطبة، علموا أنهم سيسكنون في مبنى واحد، وهذا يعني قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله هو كان يجمع ذوات الغرف، كانوا في بيت الحجرات في حجرات يعني. الحجرات وكنا يتسامرنا مع بعض أخي. فنحن أرجو من الرجال عامة ألا يشيطنوا النساء، النساء والله طيبات والله إنهم يحبون بعض إذا عدل الرجل. نعم هذا على قولهم الركة على الرجال. نعم على الرجل. نعم نعم. طيب أنت ذكرت أنه في مبنى واحد، مو يعني بعضهم يظن حجرات مع أن كل واحد لها غرفة والمطبخ واحد يتفقون عليه والصالة واحدة والأمور هذه، هل بمعنى مبنى واحد أنه كل واحدة لها حياتها لها طابقها لها مملكتها الخاصة؟ يريد تعطينا تصور حتى المستمعين يفهم. نعم أنا أول شيء في سكنت النساء في مبنى واحد، كل واحدة لها دور كامل يكون من حوالي 8 غرف أو 9 غرف بمنافعها، بما فيها مطبخها، لها مملكتها ولها بيتها ولها حكايتها الخاصة من إلى. جميل. عندي نظام أرجو أن يكون نظام طيب، وهو أن مائدتنا واحدة. نعم. التي عليها إعداد الطعام، تجهز الطعام ثم تسوي نداء جماعي عبر السنترال. النداء الجماعي عندي سنترال في المبنى، وعندي نادي بفضل الله سبحانه وتعالى في نفس المبنى في الدور الأرضي، فيجتمع نسائي كلهم وأولادي على مائدة واحدة على سفرة واحدة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى يكون في ترابط وتقوية أواصر بين الزوجات وبين الأولاد. نعم. فهذا الزوجة التي أنا عندها متفرغة لي، لا تجهز لا طبخ ولا تجهز لا تكنس ولا تشتغل بأي شيء من الدنيا، وإنما هي لي ونتدارس أنا وياها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني 3 أيام متفرغة ويوم واحد هي اللي عليها طبخ وعليها كلام. وهذا مما هم أحبوا هذا الشيء. قالوا نعم صار عليها 25% من المجهود. من المجهود 3 أيام مرتاحة، لا تطبخ ولا تشتغل ولا تهتم بأي شيء، وإنما ضيفة تروح معززة مكرمة تأكل وترجع لمملكتها. ما شاء الله تبارك الله. طيب بداياتك يعني أنت الآن تزوجت الزوجة الأولى كان بناء يعني على ترتيب ورضا من أم سمير ثم هي خطبت لك. طيب زواجك بعد ذلك من الثانية والثالثة، هل على نفس الهدف أم كان لك يعني غرض أو كان لك يعني ضرورة حتى متلك في الثانية والثالثة، معنى أنه رغم أن الأمر عائد للرجل في ذلك؟ سبحان الله، يعني مجتمعنا مجتمع إسلامي يوصينا بالتكاتف والترابط. نعم. والزوجة الثالثة توفي زوجها وكانت أرمل، وكان الهدف الأساسي سبحان الله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والسعي الأرمل، فتقدمت لخطبتها وهي كانت داعية ومعروفة الداعية فوزية الزهراني، وتقدمت لخطبتها بصفتها داعية، فقلت هي تزيد اللمة الشمل أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان عندها خبر بأنها ستجتمع مع زوجاتي وتسكن في نفس المبنى، فتقدمت لها وتزوجتها على سنة الله ورسوله بفضل الله سبحانه. نعم. وتعالى. أما الزوجة الرابعة فإذا فيه متسع أني أذكرها فلها قصة ولها حكاية، أني أرسلت زوجاتي الثلاث إليها حتى أنهم يخطبوها لأحد الرجال حقيقة. يعني مو لك أنت أي يخطبوها يعني لأحد الرجال. ما كنت أفكر في الزواج من الرابع. نعم. فلما أرسلت زوجاتي الثلاث إلى هذه البنت بصفة أمها أرمل، ويعني كنا نسعى إلى مساعدتهم والوقفة معهم، ومع العلم أنهم بفضل الله أثرياء ولسوا يعني بحاجة إلى، لكن المرأة مهما كانت فهي بحاجة إلى الرجل. فتقدمت أرسلت أحد أصدقاء أرسلت زوجاتي لخطبة لأحد أصدقائي. نعم. وهذا الرجل الصديق يعني رجل معروف ومرموق ويعني ثري وليس لا ينقصه أي شيء، ورجل لم يكن معدد. نعم. فلما راحوا وذهبوا إليها تقدموا لها وكلموا أمها، فكان رد البنت رد هو الذي أثار المشاعر تجاهي، وهي قالت أنا لا أريد من الشباب الجيل هذا الذي كثر الطلاق منهم للأسف الشديد يا أخي، في الشباب يتمتعون ببنات الناس 2-3 ثم يطلقونها. نعم. وتعود إلى أهلها خاسرة نادمة، وهي كانت معززة مكرمة في بيت أهلها. نعم. فقالت كلمة هي التي حركت الأمور وحركت الشجون، قالت أنا أريد رجل كبير ورجل عاقل
حتى يحفظني ولا أريد أن أرجع إلى أهلي مطلقة ولي عبرة في زميلاتي وصديقاتي. حتى لو كان معدد. قالت حتى لو كان معدد. فلما جوني أهلي زوجاتي الثلاث وكانوا يشرحوا لي هذه البنت يوصفونها لي وأخلاقها وجمالها وكذا كأنها كانت إغراءات كثيرة جدا. فنظروا إلي النظرة كذا قالوا شيك نشوفك فتحت عيونك أكثر عرفولك. فقلت لهم طيب أنا لها يعني هل ترون فيه نقص ولا ترون فيه؟ قال قلت أنا لها. قالوا ما بتقبل. قلت جربوا أنتم شوفوا. قالوا كيف تقبل هي بنت صغيرة ومن بيت معروف يعني وذات قبيلة وأبوها من مشايخ القبائل وإلى آخره ولا زالت صغيرة السن ما بتقبل على ثلاث حريم. نعم. فقلت جربوا. فكانت التجربة سبحان الله العظيم. كلموا أمها فقالت والله أسأل البنت. نعم. سألوا البنت سبحان الله بادرت بالموافقة وهذا شيء صراحة يعني كان أثلج الصدر وتمت الموافقة وكان الزواج من أيسر الزواجات فضل الله سبحانه وتعالى. من قدك يا أبو سمير يعني فضل بعد هذا فضل الله رضي والدين وكمان رضي زوجات الثلاث. وأبشرك أن زوجتي أن أمي والدتي ساكنة معنا فضل الله سبحانه وتعالى. الله الله ما والله يرزقنا ودعوة الوالدة وهي دعوتها دائما دائما تدعو لي دائما وأبدا. ذكرتني شيخ أخونا أبو سمير بمقولة قالتها ألمانية غربية قالت لأن أكون زوجة العاشرة لزوج ناجح أفضل من أكون زوجة الوحيدة لرجل فاشل. وهذه الكلمة قالتها البنت وصار النصيب الحمد والله لله والله فضل الله. نعم. حكمة رائعة. حنطلع فاصل ثم نعود مكملين مع أبو سمير الأستاذ سعيد بن بخيت الزهراني رجل أعمال وبإذن الله راح يكون لنا اتصال وأسئلة لزوجاته الأربع. ابقوا معنا القدوة مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام وفي برنامجنا حلقتنا بعنوان الزوج المعدد القدوة لغيره من المعددين وأيضا لجميع الأزواج بشكل عام. وطبعا هناك طبعا أنا أرحب بأبو سمير اللي هو ضيف حلقتنا الأستاذ سعيد بن بخيت الزهراني رجل الأعمال وأرحب كذلك بزوجاته الأربع موجودات إن شاء الله معنا عبر الاتصال الهاتفي. أما أبو سمير موجود هنا في استوديو الإذاعة. حياك الله أبو سمير. أهلا وسهلا. الله يسلمك. في دراسة طبعا أبو سمير هنا يعني ذكرت أنه إحدى أشهر الدراسات اللي سلطت الضوء على تأثير تعدد الزوجات على صحة الرجل. طبعا في بعضهم يقول للإنسان نفسية وحيتعب ومجهود وما إلى ذلك. يقول أجراها باحثون من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة والتي أعلن عن نتائجها عام 2008 وشملت الرجال اللي تتجاوز أعمارهم 60 عام في قرابة 190 دولة استنادا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية حول الزوج والعمر. ووجد الباحثون أن الرجال في المجتمعات التي تبيح التعدد عاشوا أطول بمعدل 12% وذلك مقارنة بالمجتمعات اللي كان تعدد الزوجات فيها غير مسموح. وإحدى المقترحات لتفسير ذلك كان أن هؤلاء الرجال كانوا يحظون برعاية صحية أفضل من قبل زوجاتهم أو أبنائهم الكثر. إيش رأيك في هذه المعلومة؟ والله رأيي يا أخي لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الشيء أنه لصالح المجتمع لصالح نعم. الطرفين الرجل والمرأة نعم. ما شرع الله سبحانه وتعالى فهو لصالح الطرفين. فالرجل نعم. يجد سعادة ما يتخيلها إلا من عاصرها. نعم. السعادة في التعدد. سبحان الله. يعني إذا عدل الرجل. شوف هذا لا غرب وليس مسلمين. نعم. وعملوا الدراسة على 190 دولة. إنه على هذه الدول كلها أقرت إنه المعدد أطول عمرا. وهذا من دليل قطعي. وطبعا عندنا الدليل القرآن والسنة هي أقوى قد دليل أن نعم. التعدد لا يأتي إلا بخير لأنه شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا مورس بطريقة صحيحة سليمة إذا عدل الرجل وكان رجل صاحب أنا وصاحب سعة صدر ويكون عنده قدرة مالية وجسمية وقدرة نعم. على العدل والقوامة هذا ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى ويطيل في عمره بعون من الله سبحانه وتعالى. في تضحيات بالتأكيد أبو سمير هذه التضحيات قد تكون نفسية قد تكون مالية حين نعم. بيدفعها قد يكون يعني من ناحية صحية بيبذل من وقته الشيء الكثير. كيف الواحد يستطيع أن يوفق حتى لا يكون هناك مجهود وضغط عليه ومعاه طبعا زوجات أربع بيوت أربع عنده أبناء طيب بيحتاج فعلا أن يعطي من هذه وهذه وهذه حتى يكون أمام الله عز وجل قد وفى. كلما أكثرت عطاء كلما زادك الله عطاء.
فإذا كيف يعني أنت لما تريد أن تأخذ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بالتأكيد، فتؤثر على نفسك وتقدم لزوجتك أحد الأشياء التي أنت تتمناها وتقدمها لزوجتك، فالله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف مضاعفة. يا سلام، فهذا من الأشياء التي تعيننا على ذلك، ونسأل الله الثبات بحول الله تعالى. احنا معنا اتصال هاتفي، طبعا الاتصال لأم معاذ معنا ولا مين؟ أم مصعب. أم مصعب. أم مصعب نعم فوزي. نعم أم مصعب، حياك الله أم مصعب في حلقتنا. طبعا الأستاذة فوزية الزهراني. نعم. مرحبا أم مصعب. طبعا أم مصعب أنت بكونك الزوجة الثالثة، ما أدري هل تنصحين لو كانوا أبنائك ولا بناتك بأنهم يكونوا على نفس طريقة ومنهاج الأستاذ سعيد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على رسول الله. يعني هذه حياته وهو حر فيها، لكنه إذا عدت أسأل الله أن يكون يعني زي والده، يعني يعدل بين زوجاته بإذن الله. نعم. طيب يعني أم مصعب، الحياة التعدد كيف فعلا تستطيع المرأة أن تأقلم نفسها؟ لا شك أن الغيرة موجودة، والغيرة يعني نابعة من محبة بلا شك وليس أكثر من ذلك، لكن أنت كونك تعيشي هذا الدور، كيف فعلا يعني تستطيع أنها ما يكون هناك نوع من التعارض، هذه الغيرة ما يكون تتعدى أكثر من حدها؟ يا ريت تعطينا فكرة عنها. طيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيعني المفروض الوحدة تحب صاحبتها زي ما تحب لنفسها، يعني تتمنى أنها تكون سعيدة زي ما هي تبغى تكون سعيدة، فهذا هو يعني. والإنسان المؤمن اللي يكون مع الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله كتب هذا الأمر وأن التعدد يعني شرع من شرع الله سبحانه وتعالى، فبإذن الله تعيش سعيدة، وحتى صاحبتها ويعني طبيعتها تكون إنسانة يعني سعيدة معها بأخلاقها طبعا، تعلم أن هذا من شرع الله وتتعامل معها بمودة. وبعدين نحن يعني بسبب أن نجتمع في بيت واحد ونأكل على سفرة واحدة يعني صار في تآلف، صار في الحمد لله يعني نحس أن مجتمعين كأننا خوات. نعم. إذا اجتمعنا وجلستنا قهوتنا كلها يعني تكون مع بعض، فهذه الحمد لله يصير بين لله الحمد ألفة ما شاء الله، فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الاجتماع اللي يعني نجتمع في كل مثلا مناسبة في كل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فزي ما قلت إذا كانت الوحدة مع الله سبحانه وتعالى وتعلم أن هذا شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى، والزوج إذا عدل تعيش المرأة الحمد لله في سلام بإذن الله، سعادة بإذن الله. أشكركم مصعب حقيقة على تجاوبك وعلى هذه الكلمات الرائعة. إذا كان بعد ذلك اتصالنا مع أم سمير، وهي طبعا الزوجة الأولى. طيب إلى أن تتجاوب معنا أم سمير وترد على الاتصال، طبعا أنا سؤالي لك يا أبو سمير، طبعا التعدد أحيانا يكون يعني مقرون بشكل كبير من ناحية اقتصادية أكثر من كونه ما أدري، يعني كل ما كان الإنسان مرتاح وعنده شيء من المال مباشرة يعني يبدو في الذهن أنه مدام ربي أعطاني ورزقني وكذا ليش ما أعدد، يعني من باب أنه تكتمل المنظومة عنده. هذا الجواب أنا حاخذه منك، لكن بعد اتصال أم سمير. مرحبا أم سمير. هلا. يا هلا والله. طبعا معنا الزوجة الأولى، وطبعا أم سمير الله يحفظها. طبعا أم سمير كيف قبلتي يعني أنه أو كيف استطعتي أنك أنت تتعدين الغيرة وتجعلين يعني تخطبين لزوجك أبو سمير بزوجة ثانية، كون أنه يعني المرأة تخطب لزوجها هذا بحد ذاته شيء غير متوقع. طبعا تغلبت على غيرتي وواثقة فيه جدا أنه كان يوعدني أنه إن شاء الله يكون عادل بيننا. نعم. والحمد لله يعني عدد وكان عادل بيننا وصار بيننا الله كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. هل طبعا ما عليك يعني أبو سمير هنا موجود عندنا، أبغاك تأخذي راحتك، يعني هو رضاكي بشيء يعني كذا برضوة كبيرة ولا أنت قلتي لا خلاص يعني أنا راضي يكون إنه بعد؟ طبعا اتفقنا ما بيننا وخلاص الحمد لله. أي نعم كانت
رضيت بقول الله ورسوله. الله احفظكم وخلوكم بعض. طيب هذا طبعا الزوجة الثانية اللي جات، لكن حتى مع الثالثة والرابعة كان نفس الموضوع بالنسبة لك؟ لا يعني شوية كان فيها شوية يعني. أيوة. الغيرة اشتدت أكثر؟ لا أقل. الغيرة قلت عن أول؟ أيوة طبعا أكيد. سبحان الله. طب حسيتي أنه يعني الآن يعني بعد 19 سنة وكنتوا أنتوا لحالكم مع بعض، الآن السنة الثانية أو مع الزوجة الثانية والثالثة، قال أنه يجلس معك، هل هذا أثر؟ لا لما نجلس مع بعض لا. أي نعم الآن يعني لما يجي عندك صار الآن بعد ثلاثة أيام يعني بعد ثلاث زوجات، ولا أنه برضو بتشوفوه عادي بالأمر طبيعي؟ عادي يعني طبعا ما كان عند الله هي الوحدة هذه اليوم معها الثانيات. نعم. طيب نصيحتك أم سمير يعني في مثل هذه الأمور يعني بخصوص التعدد، خاصة الإنسانة لما يكون عندها غيرة، كيف فعلا تتغلب على غيرتها؟ هذه رسالة للزوجات. أنصح يعني لا تس يعني لا تكون تحسس من كل شيء، تحاول تغض طرفها، ويعني زي ما ترضى لنفسها ترضى للثانيات. الله يعطيك العافية أم سمير، شكرا جزيلا لك. حنطلع فاصل مستمعينا الكرام، وما زال السؤال حيكون عندك أبو سمير أستاذ سعيد بن بخيت على موضوع الناحية المادية والمالية، هل هي تعتبر الخطوة اللي بتخلي الإنسان فعلا يعدد أم لا؟ خلونا بعد الفاصل. عادل بارباع حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا احنا بنتكلم في حلقتنا اليوم كيف نكون قدوة، وعن المعدد القدوة كيف فعلا ان يكون قدوة خاصة مع فئة المعددين. احنا بنطرح نموذج، لا نطرح مجرد نصائح او مجرد فقط يعني من الارشادات والتعليمات، هذه تظهر من خلال حديثه كيف بيعيش حياته، كيف بيكون مع زوجاته، والحديث كذلك مع الزوجات القديرات. طبعا الأستاذ سعيد بن بخيت الزهراني وكذلك زوجاته حفظهم الله، للحديث عن فعلا كيف يتم التعايش ويكون على وفاق. وبلا شك يعني وجود هذا الوفاق ووجود هذه الحياة مو معنى أنه هناك ما في أي نوع من السلبيات والمشاكل. هذا الحديث اللي حيكون معنا، وكذلك معنا أم معاذ. حياك الله أم معاذ. أهلين. طبعا هي تعتبر الزوجة الثالثة، الزوجة الثانية عفوا أم معاذ. طبعا أم معاذ أنت طلبتي وخطبتي من الزوجة الأولى. طيب يعني برأيك كون أنه الزوجة الأولى تخطب، هل يعني شعورك بهذا الأمر، هل فعلا يعني أول حاجة استغربتي وأما الوضع كان يعني عادي طبيعي؟ أيوة صحيح والله، أول ما كلمتني استغربت يعني. أيوة. أول مرة يعني أشوف واحدة تخطب زوجها هذا أول شيء. نعم. ويعني رغم انها كلمتني بس قعدت جلست فتره افكر يعني غريب انها كلمت يعني تطلب زوجها زوجه. اي هذا اول. نعم. طبعا بلا شك يا ام عاد انه في بتصير مشاكل في البيت زي اي زوج وزوجه حتى لو كانوا لحالهم. كيف يعني خلينا نتكلم بواقعيه، كيف يتم التعامل مع هذه المشاكل خاصه اذا كان بين زوجات او بين الزوج وزوجته؟ يعني كيف تتم يعني المسألة وحلها يعني بين الزوج وزوجته؟ اي نعم بين الزوج وزوجته. هل على طول بتربط انه والله عشان انت عندك زوجة ثالثة ولا زوجة اولى ولا رابعة؟ لا بالعكس والله، لما احيانا لما يكون بينه وبينه مشكلة هم اللي يصلحون بيننا يعني مثلا. نعم يعني تجدين انه في تدخل من الزوجات للاصلاح؟ ايه والله صح، يعني اكثر مرة حسيت ان يعني هم يتدخلوا احسن من امي او اختي. لا ما يصلح، لازم نتكلم عن واقع. أيوة. يعني ترى المستمعين الآن بيقولوا إحنا مبهورين ومصدمين أحيانا، نقول هذول بيعطونا نصايح ولا هم واقعهم كذا؟ لا والله صدق، يعني أنا أكثر مرة يعني حصل لي مثلا أنا ويعني ما أقول لك أنا مشكلة كبيرة، بس أحيانا كذا مشكلة ويقول لي تقول لي واحدة منهم لا ما يصلح أنت كذا، لازم تكون عاقلة تفهمين وتفهمني يعني تنصحني الأفضل. نعم يعني كأنها كان عندها تجربة أحسن مني. جميل.
الله يعطيك العافية أم عاد، شكرا جزيلا لكل تجاوبك. شكرا شكرا. معنا أم سلطان وهي تعتبر الزوجة الرابعة وهي معلمة. أم سلطان حياك الله أم سلطان. أيوة هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكوني بخير. وطبعا أم سلطان حلقتنا اليوم حلقة بمتابعة كبيرة سواء من الرجال والسيدات، وطبعا مبهورين خاصة بعد قصة أبو سمير لما قال أنا تزوجت أم سلطان وهي لازالت في مقتبل العمر وقبلت. يعني القبول هذا خاصة الفتيات مثلك بيسمعوا هذا الكلام، يعني مبني على إيش؟ حب أني أسمع منك. أولا التحدث ليس عيب أو حرام. نعم. ثانيا ختامها مسك يعني الحمد لله، يعني هم ثلاثة زوجات زهرانيات وأنا رابعة غامضية. نعم. فإحنا كنا يعني كانوا هم جيران مامتي زمان. نعم. كنا نعرفهم يعني، بنعرف أخلاقهم، بنعرفهم كل شيء يعني. نعم. فهم لما جوا خطبوني ما شاء الله الثلاثة يعني هم جوا خطبوني، فأنا على طول وافقت يعني عشان نعرفهم ونعرف حياتهم ونعرف أخلاقهم ونعرف كل شيء. لأنهم خطبوك الثلاث، يعني لو ما خطبوك الثلاث بتقولي لا حوقع في مشكلة بينهم. كيف؟ يمكن لو قلتي ما خطبوني الثلاث كنت حوقع في مشكلة بينهم، حيكونوا ضراتي ولا كيف؟ ولا لأنه الرجل لا يعني معروف هو الرجل هو الأساس. يا سلام. الرجل هو الأساس في كل شيء. نعم. صراحة يعني هو عادل في كل شيء الحمد لله، يعني هو قدوة حسنة لكل شيء وإن شاء الله يكون قدوة إن شاء الله لأولاده في المستقبل. جميل جدا. يعني هو فعلا أنا هذا السؤال اللي كنا بنوجهه، كيف قبلت أم سلطان أنها يعني تأتي على ثلاث زوجات قبلها؟ وهذا اللي خلانا نندهش ونسأل هذا السؤال لك. يعني الحياة والتعامل مع الحياة وأنه يكون لك مكانتك ويكون أيضا لك يعني مملكتك الخاصة، كيف تجدينها في مجتمع واحد عايشتها ما شاء الله في مبنى واحد عامله كذا مجتمع متكامل أبو سمير؟ أي أيوة والله الحمد لله احنا عايشين كالأخوات في منزل واحد، بكون غدانا مع بعض وعشانا مع بعض وبنفطر مع بعض. نعم. يعني ما بيفرق بيننا في أي شيء، يعني ما شاء الله عليه ما بيفرق طب سؤال في أي حاجة. سؤال يا أم سلطان، يعني إذا كان هل يعني من طيب نفس أنك أنت بتكوني معاهم قاعدة أم أنه والله لا أبو سلطان أبو سمير وأبو سلطان كمان يعني لا لازم تقعدي معاهم لازم كذا، أم أنه والله من طيب خاطر أنا بحب أني أقعد معاهم وأجتمع فيهم وألتقي فيهم وكل شيء؟ لا والله الحمد لله من طيب خاطر. ما عليك يعني ما عليك يا أبو سمير، أنا الوالدة والدتي يعني أنا مرة أحبها شقها كمان يعني، وزوجاته اللي هم أخواتي أنا ما أقدر أقول لهم يعني ضرات. أيوة. كلمة ضرات هذا شيء كبير يعني صراحة، لكن هم أنا أقول لهم أخواتي. نعم. لأنه بصراحة ما قد صار بيني وبينهم إلا كل خير الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، نسأل الله أن يديم عليكم المحبة وأن يكون التآلف بينكم والتوائم ولا يغير عليكم يا رب. اللهم آمين. اللهم شكرا آمين. شكرا يا أم سلطان، الله يعطيك العافية. يا هلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب إحنا نتكلم من الناحية الاقتصادية، كون أنه فعلا المال هو المحرك وهو اللي بيوقف الإنسان حتى لو كان عنده رغبة، إلا أن المال بيخليه يحجم، والمال هو اللي بيرغبه أنه ممكن يأخذ الثالثة والرابعة. رأيك في هذا الموضوع أبو سمير؟ والله يا أخي رأيي من لم يستطع أن يحمي بنات الناس من الحاجة للآخرين. نعم. الذي لا يستطيع فلا يتقدم للزواج لا من ثانية ولا من ثالثة. أيوة. فلا بد أن يكون عند الرجل قدرة مالية حيث أن يفتح لبنات الناس بيت ويسعدها ويعطيها ما تحتاج، فهي في بيت أهلها قد تكون سعيدة وفي بيت ثري، فهي لا تريد إلا أن تكون تعيش حياتها مع الناس. فبعض الناس يتقدم وهو فقير ومعدم ويأخذ حتى لو كان طيب وكل شيء، لكن في الأخير يعني إذا كان معدم لا يستطيع أن يفتح بيت ثاني أو يجعل لها وضعها الخاص، من الصعب أنه يقبل ولا كيف؟ أنا ما أنصح رجل ما عنده قدرة مالية أنه يعدد، إلا إذا كان عنده قدرة مالية يقوم ببنات الناس يفتح لها بيت ويعيشها حياة كريمة، إذا عنده هذا الشيء يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. أنا لا أدعو إلى التعدد ولا أدعو إلى عدم التعدد، لكن نعم.
الرجل إذا أقدمت فكن على المقدرة الكاملة. إذا كان الرجل عنده هناك قاعدة يعني يمكن وضعها رجل اقتصادي في مسألة التعدد، إذا لم يكن لك فائض من المال من بعد زوجتك يعني الأولى ما مقداره 7,000 ريال تقريبا، من 5,000 إلى 7,000 ريال، فلا تفكر في التعدد، لأنك أنت في طور فتح باب بيت آخر، مسؤولية أخرى، صرف على زوجة. أنت مو مجرد فقط أنك حتتزوج، لكن المرأة هذه تحتاج من يكرمها فضلا من أنه فقط يلبي احتياجاتها. وهذا نعم. أنا ما أرأي أنه تحديد المبلغ معين، ولكن سبحان لكن الله، لكن التحديد يعني بيظهر نوعا ما متوسط الصرف اللي بيكون يا أبو سمير. أي نعم، يكون الرجل عنده اتجاه وعنده خطة منهجية يمشي عليها، ويعرف أنه لما يتزوج الثاني عنده المبلغ المالي كذا وكذا أنه يستطيع أن يقوم بهذه المرأة. نعم. ولكن سبحان الله يا أخي، أنا وجدت أن كل زوجة يأتي رزقها معها، والله وجدت شيء ما كنت أتخيله، فضل الله سبحانه وتعالى، كل زوجة يأتي رزقها معها، لكن حمد. الإنسان لا يقدم إلا وعنده القدرة، لا يتعذر أني بتزوج علشان يكثر مالي وكذا. نعم. لا، إذا كان عنده القدرة المالية يقدم، فيأتي المال مع المال بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى. أنا أذكر السادة المستمعين بأنه بإمكانهم التواصل معنا هاتفيا، وكذلك المشاركة معنا برسائل نصية على الهاتف 011-217-8585 أو على 012-616-1100، وكذلك على رسائل النصية على STC 85-1040، وعلى موبايلي 663-1، وأخيرا في زين على 701-3-1-3. وكذلك بإمكان المشاركة أيضا مستمعينا الكرام على حسابنا في تويتر على طبعا @ALIFFM. ناخذ اتصال هاتفي. مرحبا. الو. يا هلا وسهلا. انا فاتنة من بريده. معانا مين فاتنة؟ الصوت مو واضح. الو. اي نعم، تفضلي اختي. بس ابي يعني شارك اسلم لك احب الف الف اف ام. شكرا، الله يعطيك العافيه. ولعله الصوت غير واضح، نعود الاتصال مره ثانيه ان شاء الله. معها معنا الاستاذه زبيده تركستاني، حياك الله، هي كاتبه وايضا يعني استشاره اجتماعي. حياك الله استاذه زبيده، حياك الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا على هذه الحلقة المميزة والحساسة جدا. يا هلا. حقيقة أنا عندي استفسار أو سؤال للأستاذ بارك الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يهنيه ويبارك له في زوجاته وذريته. آمين. أستاذي الفاضل، في كثير من رفض من بعض الزوجات لتعدد زوجها، يلجأ الزوج إلى ما يسمى بالزواج السري أو زواج المسيار. أيوة. وهنا يقع الظلم على الزوجة التي تكون بعد الزوجة الأولى، فتضطر كثير من الزوجات إلى التنازل عن حقوق مشروعة لهم، سواء نفقة سواء إنجاب. فهذه هنا المشكلة أو هنا الخلل اللي يكمن في التعدد أو تصويره بصورة جدا سيئة وجدا ظالمة لكلا الطرفين. فما هو رأي الأستاذ أبو سمير في هذا الشيء، وإقبال الأزواج على الزواج السري والزواج المسيار، وما يقع فيه أحيانا من ظلم وتلاعب؟ جميل. وإحنا أيضا، وأنا أناشد وأشكرك جدا أستاذ عادل، وأناشد الإذاعة بتكثيف مثل هذه اللقاءات وهذه الحوارات التوعوية للمجتمع. جميل. نحتاج أن نكون قدوة في جميع مجالات حياتنا، بالذات فيما يخص التعدد. شكرا شكرا أستاذ زبيدة، وجاوبنا إن شاء الله أبو سمير على هذا السؤال المهم في هذه النقطة بالذات. لكن بعد الفاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا مستمعينا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ حياكم الله مستمعينا الكرام، وطبعا الحديث كذلك عن
معدد القدوة بلا شك حديث مهم جدا، لأنه شئنا ما بين وجود المعددين ومن هم مقبلين على هذا الأمر لسبب أو لغير سبب، كل يعني بما يشاء في ذلك، لكن أنه نظهر بعض النماذج هذا أمر مهم، خاصة النماذج المشرقة والمشرفة كما إحنا يعني الآن نتطرق إليه. وطبعا يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ سمير بن بخيت، الأستاذ سعيد أبو سمير طبعا بن بخيت الزهراني. وطبعا معانا ضيفنا الآن بمداخلة، وحنجاوب طبعا أبو سمير على الإجابة الأستاذة زبيدة، لكن عندنا مداخلة للشيخ عيسى أبو العيد. حياك الله شيخ عيسى. الله يسلمك وبارك فيك. هلا والله شيخ عيسى، من المعددين طبعا. نعم. أحيان في بعضهم يقول أنت من الموحدين ولا من ال رأيك بهذا السؤال لي شيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن التعدد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل سنة الأنبياء أيضا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. و يعني قد يعني يطلق مثل هذه العبارة أحيانا من باب يعني أقول أنا من باب الخوف يعني. أي. فيجعلونها بين موحد وبين معدد. نعم نعم. لكن نعم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شعيسة طبعا مداخلتكم أنكم أنتم ما شاء الله عملتم دراسة على 66 معدد، هذه الدراسة طبعا جدا مشكورين عليها مع مجموعة من الأفاضل، بحيث أنكم من خلال هذه الدراسات تستطيعوا أنكم تعطوا فكرة عن أهم الأمور التي ينبغي أن يعمل عليها المعدد حتى يعيش حياة هانئة مع زوجاته، وكذلك السلبيات اللي بتقع عند أكثر المعددين وكيف يحلوها. تعطينا فكرة عن هذه الدراسات. الله يعطيك العافية. نعم، قام بعض الإخوان المهتمين بقضية التعدد يعني بإنشاء بعض الحوارات وبعض اللقاءات أيضا، وكذلك استبانات. نعم. حول موضوع التعدد، وكذلك يعني الاهتمام به من جوانب مختلفة، سواء النفقات المادية أو كذلك الاحتياج إليه، أو حتى كذلك صفات الأشخاص الذين تتوفر فيهم يعني موجبات التعدد، لأنه قد لا يصلح لكل إنسان أن يكون معدد، سواء من رجال أو كذلك من النساء. فمثل هذه يعني إذا وضعت يعني وطرحت في استبانات أو حوارات أيضا، تبين أمور كثيرة جدا ينتفع بها يعني نفس المعدد أو من قام بهذا الأمر، أو كذلك من يعني يتلقى هذه الدراسة من المستمعين أو القراء. لا شك أن فيها يعني نفع عظيم، خاصة أنها تكون خلاصة خبرات مختلفة لهؤلاء المعددين ممن خاض غمار هذه التجربة المباركة. نعم، يا ريت تعطينا واحدة من هذه الدراسات إذا كان يعني أذنت لنا في دقيقتين أو دقيقة. نعم. طبعا كانت هناك حول النفق عند المعدد. نعم. وكيف يضبط نفقاته وما يتعلق بهذا، هل يحتاج إلى أن تعينه الزوجة في هذا أو هو يستقل لهذا، فعمل الدراسة حول هذا الأمر. نعم. نعم، الآن طبعا ليس أمام تقريبا إحصائية أو يعني طبعا كان في العدد قرابة 66، قد يزيد أو ينقص أيضا. أي. ولكن يعني الحقيقة يعني مثل هذه الدراسات عموما تعطي مؤشرات مهمة جدا حتى في مواصفات من يمكن أن يدير عملية التعدد من المعددين أنفسهم. نعم, نعم. أنا أشكرك حقيقة شيخ عيسى أبو العيد من طبعا مركز إعفاف القادم إن شاء الله للدراسات، ومقيمين عليه. نعم. على هذا المجهود، شكرا شكرا جزيلا لك. جزاكم خير، بارك الله فيك. يا هلا فيك. الأستاذ معنا مداخلة، الأستاذ أو المهندس سمير البهكلي. حياك الله. الله يحييك أخوي. يلا باشمهندس. يا هلا فيك باشمهندس. طبعا أنت من المعددين ولا كيف؟ كنت من المعددين إلى أن توفت زوجتي الله يرحمها الأولى رحمة الله. اي، ولكن صراحه انا سعيد جدا بالبرنامج وجراءتك اخوي عادل، وتحياتي للاستاذ ابو سمير. والله الجراءه والشجاعه عند ابو سمير الله يعطيه العافيه، اللي اعطى نكهه جميله للحلقه هو يعني وزوجاته الفاضلات. يعني جزاه الله خير. ابو سمير ذكر ثلاثه محاور اساسيه في التعداد. نعم. اول حاجه ان هي سنه الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيء الثاني انه المقدره الماليه والجسمية والفكرية، إنه الإنسان يقدم على هذا الشيء.
المحور الثالث اللي أعتبره أساسي أنه الآن عندنا عزوف كبير على الزواج بغير التعدد، عزوف كبير على الزواج بالنسبة للشباب والشابات، وهذا بيعطينا مؤشر خطير للمستقبل يعني صراحة. والشيء اللي ذكره في الفقرة الرابعة اللي هو لما يتقدم لزوجة الرابع الله يحفظه هي وحفظه جميع زوجاته، إن هي أثارت إن هي تحتاج أن يكون عندها رجل واثق من نفسه إنه ما يكون مغامر زي بقية الشباب، وللأسف هذا اللي رفع نسبة مستوى الطلاق عندنا في المملكة. فأنا صراحة سعيد جدا بالبرنامج مداخلتي، إنه فعلا أي إنسان عنده الاستطاعة إنه يعدد نعم يعدد، واللي ما عنده استطاعة لا يعدد. المقصود بالاستطاعة من وجهة نظر الاستطاعة المالية والفكرية، المالية والفكرية. نعم. نعم. يعني ما لها علاقة بالاستطاعة الجسدية والاستطاعة الأخرى. لا هي المالية. الفكرية قصدك بالفكرية يعني، أنا هذه بالنسبة للمستمعين يمكن غير مفهومة. المستوى الفكري عند الإنسان يكون هو قادر على العدل. نعم. قادر على إنه يفهم التعدد. نعم. بالشكل السليم الصحيح. نعم. مش مجرد إنه شيء شهواني فقط. نعم طبعا، ولكل زوجة من الزوجات لها طريقة أسلوب في التعامل، لها طريقة تفكيرها، لها طريقة يستطيع أن يتجاوب مع كل واحدة ويعدل ما بينهم، هذا شيء مهم جدا. نعم. لأنه العملية ليس عملية شهوانية أو جنسية، العملية هي سنة كونية الله سبحانه وتعالى شرعها. برأيك باشمهندس، بما أنه يعني الناس بياخذوا يعني أو المقبلين على الزواج بياخذوا دورات في سنة أولى زواج، هل نعم. ترى أنه من يريد أن يقبل على التعدد لابد أن يمر على دورات مكثفة نعم. في موضوع التعدد حتى يفهم أكثر؟ أنا أؤيد هذا كسنة أولى زواج لغير متزوجين أو للمعددين. نعم. وسنة أولى تعدد. نعم نعم. طيب حنشوف الحقيبة التدريبية منك إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك. الله يسعدك. شكرا شكرا باشمهندس سمير البهكلي كان معنا، وهو طبعا في التنمية البشرية. معنا اتصال هاتفي مشاركة من أحد المستمعين. معنا كمال، حياك الله كمال. أهلا يا أخونا عادل. يا هلا ومرحبا. الله يخليك كمال، أنت معدد ولا ناوي ولا إيش وضعك؟ أنا والله يا أخي طبعا معي واحدة لكن ناوي إن شاء الله. أنت ناوي بعد ما سمعت الحلقة شكلك. أخونا أبو سمير شجعنا يعني صراحة يعني، وضرب لنا مثال حي جدا جدا على أساس إنه فتح شهيتنا إن شاء الله، مش ناوي ثلاث مرواع إن شاء الله. التعدد عندكم في السودان كيف يا كمال؟ والله شفت يعني سبحان الله يعني في السودان النساء تقريبا يعني مستسلمات للأمر الواقع. أيوه ما عندكم يعني مشاكل في هذا الأمر يعني؟ كون يعني مشاكل والله سطحية أخوي عادل بسيطة يعني لكن مو كيف. أيوه أي المشاكل بسيطة، ما يعني ما أبدا يعني ما بتخلق نوع من المشاكل الأسرية وكذا. فالواحد الأيام الأول سنين الأولى بتكون شوية زعلانة وكذا، لكن بعد شوية تستسلم أمر الواقع وحياته بتكون عادية جدا جدا والله العظيم. نعم يمكن المرأة السودانية قلبها طيب مرة. قلبها طيب يا أخي يعني. الله يخليك، شكرا شكرا كمال على مداخلتك، الله يعطيك العافية. طبعا كانت في دراسة هذه طبعا عملوها، وأنا أريد تعليقك في ذلك أبو سمير. يقول كشف استطلاع للرأي أجراء مركز دراسات إعفاف في جمعية إحدى الجمعيات التعاونية عن تباينات كبيرة في آراء الرجال المعددين اللي عندهم أكثر من زوجة فيما يتعلق برؤيتهم لمشاركة زوجاتهم في المصاريف المنزلية. يعني أشارت الدراسة التي خضع لها 66 معدد أن نسبة 28% من الرجال لا يسمحون لزوجاتهم على الإطلاق بأن تشاركهم في مصاريف المنزل، بالرغم أنهم أحوج إذا كنا ننظر إلى ذلك أنه في مصاريف كثيرة، في متطلبات، في أبناء، في بيوت مفتوحة، حتى لو كنا يعملن أو لديهن دخلا خاصا في الوقت اللي أكد فيه 11% من الرجال المستفتين أنهم لا يتلقون أي مساعدة من قبل نسائهم. وفي المقابل أشار نحو 28% من اللي تم استطلاع آرائهم أنهم يتلقون مساعدات من زوجاتهم العاملات، وأنهن يشتركن معهم في المصاريف الحياتية وخاصة في المصاريف الكمالية وليست الأساسية، الحاجات اللي فيها يعني زي العزائم والطلعات والتمشيات والسفريات وما إلى ذلك، مؤكدين أن هذا قرار الزوجة ولا تتعرض في ذلك لأي ضغوط من قبلهم، معتبرين ذلك نوع من المشاركة الأسروية اللي بتساعد على تعزيز الروابط العائلية. وأشار 34% من الرجال المعددين إنهم فضلوا الارتباط بزوجات لا يعمل وليس لديهن أي دخل آخر
غير الذي يقدمه لها الزوج، وذلك من وجهة نظرهم أسلم لمفهوم القوامة على المرأة، مستشهدين بالآية الكريمة الرجال قوامة على النساء. وفي الوقت اللي ذكر 68% من شريحة المعددين أن مدخولهم الشهري يكفيهم ويكفي أسرهم ولا حاجة لأي تغطية من إحدى زوجاتهم، مؤكدين أن هذه الكفاية لا تجعلهم يضطرون للجوء إلى إحدى زوجاته في تأمين المصاريف اليومية، مما يجعل العلاقة الأسرية أكثر سلامة وهدوءا. رأيك في غضون دقيقة حبيبي. أول شيء، إذا كان الرجل والمرأة اتفقا والرجل وزوجاته اتفقا، فينبغي أن يكون في التكاتف كامل متكامل. نعم. ولكني أنصح الرجل ألا ينظر إلى راتب امرأته. أنا أحد زوجاتي المعلمة أم سلطان، هذه دائما تعرض علي راتبها، خذ منه ما تريد، خذ راتبي كله، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما عمري أخذت منها ولا ريال، وهي تقول خذ ما تريد، وهذا تكاتف أسري بفضل الله سبحانه وتعالى. لكني أنصح الرجال ألا يكونوا لحاجة لراتب المرأة. نعم. وبالنسبة للرجل أنه ولا يضطر نفسهم لذلك، ولا يضطر نفسه ويضعف نفسه إلى مال المرأة. نعم. وقد تعير يوم من الأيام أني نعم. أعطيتك المقدرة الكاملة إن شاء الله، ويكون قادر على أنه. أنا أرى أن الرجل يكون قادر قدرة جسمية، قدرة مالية، قدرة القوامة، ويكون عنده صبر وصدر وسيع متسع للنساء، لأن النساء يعني يحتاجن إلى رجل قوي وشجاع وصاحب أناه وقرارات سليمة. يا سلام. سؤال كان طبعا المتصلة الأستاذة زبيدة تركستاني، وكان حديثها عن من يتعامل مع التعدد بشكل خاطئ. حقيقة أولا أشكر الأستاذة زبيدة صراحة، لأني رأيت من كلامها أنها تقر هذا التعدد، وتقر التعدد بل وتشجع عليه من كلامها، ولو أنها لم تذكر، لكن سبحان الله إيمانها بهذا الشيء الشرعي اللي هو شرع الله سبحانه وتعالى، هذا شيء قوي، أسأل الله أن يوفقها وثبتها. آمين. أما أنا بالنسبة لي المعدد الذي يبحث عن زوجات بسر ويأخذ، طبعا هذا شرع ويجوز أنه، لكني لا أنصح أن يقدم الرجل إلى زواج المسيار، لأن يحدث فيه يعني سلبيات كثيرة. فأي نعم. شيء ومشاكل مساوئ أكثر من أي شيء إيجابيات. أي مشروع من مشاريعك فيه سلبيات كثيرة، يعني نعم. أنا أرى أنك تترك هذا. وأما أن الرجل يأخذ زوجة مسيار ثم يذهب إلى هذا البيت وكأنه حرامي، ويدخل البيت وهو متلطم على أساس أنه يدخل عليها ويخرج وهو متلطم، هذا يا أخي هذا ما هو شرع من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ينبغي للرجل أن يتزوج، إذا كان المرأة عندها بيتها وتزوجها وهي في بيتها، أن يعلن هذا الزواج. أما يخفيه ليش يخفيه؟ لا بد أن يكون في الشجاعة. في نص دقيقة الرسائل التي تريد أن تذكرها. والله يا أخي الرسالة الأولى وهي أهم رسالة، أتمنى من العلماء، المشائخ، الخطباء، رجال الدين عامة وعامة المسلمين، أم الرجل والمرأة أو نعم. لغيره، فأنصح وأتمنى من رجال الأعمال، من الخطباء، من الأئمة، من المشايخ، أن ينشروا محاسن التعدد، لا يتصيدوا الأشياء البسيطة الأخطاء ثم ينشرونها وكأن التعدد شيء سيء. ونسأل الله الثبات. الله يسلمكم. شكرا لك أبو سمير الأستاذ سعيد بن بخيت الزهراني رجل الأعمال، وشكر كذلك لزوجاتك الأربع الفاضلات على تواجدهم معنا في هذا الاتصال. يعني احنا بندخل الاخبار، لكن اذا كان في كلمه لك اخيره. انا فيها اضد كلمه، يعني ثلاث كلمات انا ضدها في التعدد. نعم. كلمه ربع رجل، هذا ربع رجل هذا ضد الرجل، بيروح لزوجته اذا كان عنده اربع زوجات بيروح بكامله، ما يروح ربعه. نعم. فهذا ضدها. الحاجه الثانيه انه يقول تزوج عليها، انا ضدها، هو تزوج زوجه ثانيه ولم يتزوج وليس عليها. نعم. وليس عليها. يا سلام. الحاجه الثالثه كلمه موحد، كلنا موحدين ان شاء الله، واتمنى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. شكرا التابتة. شكرا جزيلا. وطبعا مستمعينا الكرام، هذه الحلقه ستكون مسجله باذن الله وموجوده على قناه الاذاعه في اليوتيوب، بامكان العوده اليها والاستماع من طبعا محاورها والاستفادة منها. تحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول الزميلة رشا أنديجاني. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.